فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، الآية 37 من سورة الرحمن. تفسيرها إن من مشاهد يوم القيامة يتحول شكل السماء لشكل وردة مرسومة بالدهان. ده كان معنى الآية. أما التفسير العلمي للآية كان من صورة التقطها تلسكوب هابل الضخم في وكالة ناسا في أكتوبر عام 1999. كانت صورة سحابة ضخمة على هيئة وردة مرسومة نتيجة انفجار نجم اسمه عين القط. النجم بيبعد عن الأرض حوالي 3000 سنة ضوئية، وسموا الظاهرة دي بروزيت نيبولا ومعناها السحابة الوردية. شكلها ده جاء نتيجة انبعاثات غازات مشتعلة بسرعة كبيرة جدا نتيجة انفجار النجم. اكتشفوا بعدها مجموعة من الانفجارات النجمية بنفس الشكل، وقالوا ان النجم ليه عمر، او النجوم عامة ليها عمر معين زيها زي اي مخلوق، وفي اخر عمرها بتنفجر بنفس الطريقة وبتكون سحابة وردية. وبتوقع العلماء في نهاية عمر الكون هيكون فيه انفجارات لعدد كبير من النجوم، وهيتحول شكل السماء لوردة ضخمة مرسومة. وده اللي أشار إليه كتاب الله المعجز من أكتر من 1400 عام. وده بيفكرنا بالآية الكريمة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله العظيم على هذا الكم الكبير من الآيات المعجزة.